ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض النهارده نعمل الطبق الحلو ده. الطبق ده معمول من البطاطا، شكله حلو جدا، طعم خطير جدا. نقدر نعمله بأي كمية وبأي مقادير مش محددة. خليكم معايا وتابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا البطاطا دي عملناها ازاي. خليكم معايا. نعمل مع بعض النهاردة وصفة جديدة بالبطاطا. انا هنا معايا البطاطا اي كمية انتو تحبوها، واحدة، اتنين، نص كيلو، كيلو، الكمية اللي انتو تفضلوا. غسلتها كويس وقشرتها وقطعتها مربعات، بقى اي تقطيعة مش هتفرق معايا. هحط عليها شوية سكر على حسب الرغبة وعلى حسب طبعا الكمية اللي انا مستخدماها، وهحط عليها معلقة كده صغيرة من القرفة، وهاخدها زي ما هي من غير ولا نقطة مية. هحطها على البوتاجاز ونشوفها بعد 10 دقايق هيبقى شكلها عامل ازاي. حطيت الحلة بتاعتي على البوتاجاز زي ما قلت لكم من غير مية خالص، وهغطي عليها، وبعد 10 دقايق هوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. البطاطا معانا اهي، بعد 10 دقايق سيبناها ابتدت تنزل المية بتاعتها، احنا محطيناش مية خالص اهو زي ما انتم شايفين، وابتدى السكر اللي فيها يتكرمل. فانا دلوقتي هسيبها لما تستوي خالص معايا البطاطا وتشرب الميه بتاعتها، وبعد كده نكمل باقي وصفتنا. تعالوا نشوف كده البطاطا بعد ما شربت الميه بتاعتها اهو. البطاطا معايا استوت والسكر اتكرمل من تحت اهو. هاخد بقى البطاطا، انا طفيت عليها خلاص، وهبتدي ان انا اهرسها بيها هرسه البطاطس. معايا كده هرسة البطاطس، وهبتدي ان انا اهرسها بحيث ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص وتبقى ناعمة جدا. هرست البطاطا زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي ان انا انقلها في بولة كبيرة شوية علشان اعرف اكمل الوصفة بتاعتي. نقلت البطاطا بتاعتي اهي في بولة زي ما قلتلكو. واحلى حاجة في الوصفة دي ان احنا هنا مش متأيدين بكميات او بمقادير. الكمية اللي انت عايزة تعمليها من البطاطا متاحة ليكي، الكمية اللي هتحطيها في السكر حسب الرغبة، القرفة برضو زي ما بتحبوها. هبتدي برضو هنا احط على البطاطا بعد ما هرستها ده نشا اهو، نشا ذرة. هبتدي ان انا احط شوية بشوية، برضو الكمية هنا معايا مش ثابتة، انا عايزة احط النشا شوية بشوية، وابتدي ان انا اخلط البطاطا مع النشا لغاية ما يتكون عندي عجينة اقدر ان انا اشكلها. فانا هضيف النشا حبة بحبة لغاية ما اوصل لقوام العجينة اللي انا عايزاها، وهوريها لكم. زي ما انتم شايفين ابتدت تتكون معايا كوره كده، وهفضل اعجن فيها واضيف نشا لغايه ما تتلم كلها على بعضيها وتبقى عجينه، وهوريها لكم. خلاص انا قلبتها اهو، وبصوا بايدينا اهو مش بتلزق في الايد ولا حاجه. خلاص حطينا كميه النشا وقلبناها واختبرناها بان هي مش بتلزق في ايدينا. هنسيبها بقى لما تبرد خالص علشان نعرف نشكلها. وادي البطاطا بتاعتنا سبناها تبرد شوية بعد ما خلطناها بالنشا، وتعالوا بقى مع بعض كده نشوف هنشكلها ازاي، ونقدر نخلي كمان ولادنا يساعدونا ويشاركونا في الخطوة اللي جاية. معي هنا ده سمسم ابيض، هنستخدم سمسم ابيض عشان السمسم المحمص لو حطيناه في الزيت هيتحرق. فده كده سمسم ابيض. هبتدي ان انا بقى اخد كرات من البطاطا الحجم اللي انتوا تحبوه، تقدروا تعملوها الكورة بالحجم اللي انتوا تفضلوا. وهاخد الكورة دي وابتدي ان انا اغلفها بالسمسم الابيض زي ما قلنا اهو. ناخد مع بعض قطعة تاني زي ما قلتلكو الحجم اللي انتوا تفضلوه في الكورة بتاعتكم اهي، وناخدها ونغلفها بالسمسم الابيض. انا هخلص الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة ان انا اعملها كور كده واغلفها بالسمسم
بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. وادي كرات البطاطس اهي، البطاطا اسفه البطاطا بعد ما غلفناها بالسمسم، وتعالوا بقى نشوف هنعمل فيها ايه تاني. البطاطا ومعانا طاسه على النار وفيها زيت، ونسخن الزيت كويس جدا قبل ما نبتدي نقلي فيها كرات البطاطا. الزيت معايا سخن وهبتدي انزل بيه كرات البطاطا في الزيت ونحمرها. واول ما تاخد معانا اللون الذهبي الحلو هنبتدي ان احنا نطلعها من الزيت. شايفين هي ما فكتش من الزيت ولا حاجه، ولا السمسم وقع من عليها. بجد حلوة جدا، ممكن نحطها للولاد في اللانش بوكس، وطبعا في الشتاء ممكن تبقى تحلية سريعة وحلوة جدا. اول ما تاخد اللون الذهبي هطلعها واوريها لكم. وادي كرات البطاطا اهي معانا اتحمرت وبقيت شكلها تحفة جدا. هبتدي ان انا اطلعها واصفيها واحطها في طبق، هكمل باقي الكمية بتاعتي وارجع اوريها لكم في التقديم. وادي كرات البطاطا اهي، وانا طلعتها وحطيت عليها صوص كراميل، تقدروا تحط عليها صوص شوكولاتة، اي صوص انتوا بتفضلوه، حتى لو نوتيلا، ودفيناها شوية كده وابتدينا نصبها عليها. حلوة جدا جدا جدا، شكل جديد للبطاطا نقدر نديها لولادنا في اللانش بوكس بتغيير عن شكل البطاطا المعتاد. بجد حلوة جدا جدا جدا، هتعجبكم وهتعجب الولاد. اتمنى تجربوها، ومستنية تشجيعكم، ومستنية تعليقكم، ومستنية اقتراحاتكم للقناة. استنوني في فيديو جديد. باي باي.